ضربة حرة مباشرة، حائط بشري مكون من 4 لاعبين. سعيد أنور على تنفيذ التصويب. الله 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 الله، صاروخ عابر للقارات، هدف في مسكن الشيطان في زاوية إبليس. سيد أنور يتقدم في النتيجة بصاروخ أرض جو يسكن شباك الحارس طارق كمال، ويحرز الهدف الأول نادي التحرير ويحرر اللقاء من التعادل السلبي. إذن 1-0 للتحرير، 1 التحرير للشيء الوالدية. نحمد ربنا الحمد لله رب العالمين على الهدف وعلى الفوز النهارده. ماتش احنا هو مستاهل خالص، الناس كان فعلا فرولة سهل، بس هو مستاهل خالص. يعني اتقل ماتش في الدوري النهارده، الحمد لله قدرنا نحرز هدف ونحافظ من ورا على المكسب. الحمد لله الدفاع ورا الحمد لله كان كويس ومسك نفسه. حلون الحمد لله 3 بونت دول كويسين، يعني زي ما احنا في المركز، بس يعني دونا دفعه شويه، كنا محتاجين المكسب ده جدا للاداره وللجمهور اللي بيتعب معانا طول الوقت ونفسه بيكسب يعني، وشوف ان الفرقه بتكسب. الحمد لله رب العالمين، وربنا يكرمنا في اللجان ان شاء الله.